يقول إن أهلي ينتمون إلى الطريقة التيجانية الصوفية، نعم، ويحتفلون بالمولد النبوي ويفعلون بدعا كثيرة، ويقولون إننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نحتفل بمولده. يقولون اللي ما يحتفل بالمولد ما يحب الرسول. ايه، قل لهم اللي يحب الرسول يتبعه، الرسول ما سن لنا المولد ولا فعله ولا فعله أصحابه. فإذا تحب الرسول فلا تعمل المولد، لأن الرسول نهى عن البدع، وهذا من البدع. نعم.